السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء محبي المقارنات بين الهواتف القوية والضعيفة، بين الهواتف الأندرويد وهاتف الأبل. اليوم سوف أقوم بعمل مقارنة بين هاتفين رائدين وهاتفين الكل يبحث عنهما والكل يريد شراءهما. هاتفين اليوم هما هاتف ايفون 12 ميني والايفون اس او 2020. سوف اقوم بعمل مقارنه بين كل شيء، السيستم، الكاميرات، الديسبلاي او الشاشات، الباتري، كل ما ستحتاجون له لشراء او اختيار الهاتف الذي تحبون بين الهاتفين. Hi everybody, my friends everywhere. Today I will make a comparison between iPhone 12 mini and iPhone SE 2020. I will compare between camera, between battery, between the screen, between everything have relation with this mobile. So I wish that this video will be helpful for you and you can buy it, choose which phone you like to buy. Okay, bye.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.